السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. وياكم عبد الله اسمه الشمري. طبعا بكل حلقه نزلكم منتج جديد ونشرح لكم عنه. بس العالم تسالني يابا لازم تنظم وقت النشر، فسوينا الفيديو او سوينا كل يوم راح ننشر لكم فيديو واحد. راح يكون الفيديو ينشر بساعه 5 العصر او الساعه 9 بالليل. بهذا الفيديو راح نتكلم لكم على طباخي الكريازي، طباخ الكريازي الاصلي اعزائي، الموديل 7900. راح يكون وجه والجوانب كلها ستانلس ستيل، تشوفونه كله من الستانلس ستيل مصنوع، تصميم فرنسي، وجه ستانلس ستيل، جوانب ستانلس ستيل، يعني الطباخ 100% مصنوع من الستانلس ستيل، كل القطع مالته مصنوعه من الستانلس ستيل. وبالاضافه الى الوزن مالته راح يكون وزنه كلش كبير، تقريبا 75 الى 80 كيلو، ونادر ما نشوف طباخ بهذه الجوده وبهذه المتانه. بسبب استخدام الستانلس ستيل تصنيع الطباخ راح يكون وزنه كلش كبير. راح اتكلمكم على سطح الطباخ، صوروا المسطح. السطح طبعا راح يكون ستانلس ستيل، لكن هذا مثل ما تشوفون هذا الزراق هو تغليف نايلون حتى يحفظ الستانلس ستيل من الشخور. العيون مالته ايضا راح تكون عيون صفراء، وايضا مصنوعه من النحاس بشكل كامل، وحجمها كلش كبير. والقطعه الداخليه راح تكون نظام سيفتي من شركه سابا الايطاليه، وراح تعطينا غاز بصوره كلش متوازيه اعزائي، ونار كلش حلوه او زرقاء. بقيه العيون ايضا كلش حلوه. عندنا مشاهد الطباخ وتصميم الطباخ مثل ما تلاحظون تصميم فرنسي، وهذا ايضا تجي ستانلس ستيل مثل ما قلنا لكم، لكن يجي بيها تغليف. المشاعل مالته كلش حلوه، فرن مالته يشتغل عندكم فوق جو طعام واحد، عندكم مشواة تريدها فوق تريدها جو تتحكم بيها، وايضا العيون تقدر تتحكم بيها. هنا راح نشوف اسم كريازي بتصميمه كلش حلو، وايضا جداحه وشوايه والجلوف الداخلي، بالاضافه الى مؤقت كلش حلو ومال اهله. باب الطباخ راح يكون بصعوبه فتحه اعزائي لانه وزنه كبير، راح تكون الجامعة حرارية 1 ملم، بالإضافة إلى شواية دجاج مثل ما ملاحظين. شواية دجاج تحتوي على سبايات 2، تقدر تخلي بها دجاجتين، بالإضافة إلى سلة علوية، بالإضافة إلى 4 سلات إضافية موجودة. يعني عدد القطع الموجودة فوق هذا الطباخ راح تكون 8 قطع أعزاء. شكل الطباخ مثل ما قلنا لكم من الخارج كلش حلو، وأيضا عندنا آخر شيء هاي الحافظة الجو، تقدر تحفظ بيها اي شيء تحتاجه انت عزيز. ايضا راح يحتوي على جامه حراريه من فوق، هذا الشكل كلش حلو مثل ما ملاحظين عزيزي. راح يكون هذا الطباخ ضمان بيه لمده سنه، عندكم منه توزيع حراره الفرن راح تكون منه، يعني ما يحتاج انت وتطبخ تفتح الفرن مالته، راح اوتوماتيكيا ينفس لك الهواء بيه. مثل ما قلنا لكم نظام سيفتي، اذا اكو تسريب بالغاز اوتوماتيكيا الطباخ راح يعزل الغاز ويفصل الغاز عنه حتى ما يصير اي حريق او اي اعراض لا سامح الله. سعر الطباخ راح يكون 540 دينار لهذا اليوم. طباخ كريازي راح يكون ايطالي، تجميع مصري، المشاعل المستخدمه بايطاليه، ضمان بيه لمده سنه كامله. بهذا الفيديو اتمنى من يومكم تكونوا استفاديتوا. شوفوا صوروا المستويات مصطفى. هاي سبايات ايضا نسينا نتكلم لكم عنها، سبايات قويه او تتحمل اوزان قويه. وبنهايه الفيديو نسيت اقول لكم ملاحظه مهمه، هذا الطباخ يحتوي على منظم للغاز داخلي، اوتوماتيكيا راح ينظم لك الغاز حتى وان كان جوده الغاز رديئه، راح يعالج لك اياها ويعطيك غاز كلش حلو. يعالج لك اياها من اي طريقه، يقلل لك دفع الغاز حتى ما يصير عندك تسخين او تطلع النار صفراء بالعيون مالته. فهاي الميزه موجوده فقط بالطباخات الكريازي. بنهايه الفيديو اتمنى انكم تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو او هذا الشرح، او اذا عندكم اي فيديو او مراجعه ثانيه لاي جهاز كهربائي او جهاز منزلي اكتبوا لنا اياه بتعليق، وراح نسوي لكم مراجعه عليه باسرع وقت. وانتظرونا بالفيديوهات الجايه، راح نسوي لكم ايضا مراجعه على طباخ الحافظ، وايضا على طباخ الاوسكار كوك الايطالي، ايضا راح يكون ستانلس. لكن افضل واجمل طباخ قدمناه بالصفحه بصوره نهائيه هو طباخ الكريازي. حياكم الله والف هلا بكم.